هذه المسألات التي تصدر من فقيرة ومن مسألة ومن غيره يعني دعاة الباطل دعاة الشر يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الإتلاف إليها ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصدهم للحق وأن يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو القضاء الباطل ولو يتعاون معهم في هذا الشر ولو يريد أحد يتعاون معهم في هذا الشر فلن ينصحهم وأن يعودوا إلى نصبهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق اليحيي يجب أن يسكون وأن يدعوا المسأل ويقوله جميع من بلاد وجميع من يتعاطى طريق الفاسدة يجب أن يحذر من هذه الطرق.